قصائد انتقالية هو عنوان آخر إصدارات عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي اللي تم تقديمها اليوم من قبل لجنة حفظ الذكرى الوطنية بهيئة الحقيقة والكرامة مناسبة صرح خلالها الكريشي أن الديوان هذا هو عبارة على رصد الانتهاكات سواء اللي تعرض لها هو شخصيا وإلا اللي طالت قريته في تر... توثيق الانتهاكات التي تعرض لها التونسيون طيلة أكثر من خمسين سنة وهذا التوثيق يتم من زاوية شعرية اليوم بعد أن قمت بتوثيق الانتهاكات السياسية في كتابي الأول عن عشق وثورة حديث من قبل 14 جنف هذه الجلسة الثانية في تار لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بعد أن تم تقديم رواية المدغور في مناسبة أولى وسوف تتتالي الجلسات الأخرى في علاقة بأعمال الأدنية. التي توثق الانتهاكات واللجنة والهيئة مفتوحة لكل المبدعين مفتوحة لكل الفنانين والأدباء والسينمائيين من أجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية وإيجاد مسار ثقافي يتوازى ويتماشى مع مسار العدالة الانتقالية